مره ليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ونهاركم يكون داز مزيان وبخير. انا كيبان مورايا واحد الباكاج، بديتو ما بغيتش نقطع الفيديو، نعاود يبان لي مورايا. سي كان سليت الفراش ديالنا موسي، بدل الفراش ديالنا موسي هذا الصباح وما رضيتش. سي كان باقي تما دوك اللي جمع فيهم الفراش تاعنا موسي. المهم كي صابحين، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي بخير، كلشي هو هذاك. فقط اول حاجه درتها، فقط بدلت الفراش ديالنا مساعدية. اول حاجه درتها لبست جلابيه لا ودوشت الاليان، هو اول هو ثاني حاجه عاد لبست جلابيه ديالو، ودابا غنمشي ندير الروتين ديالي ديال الوجه ديالي. واخا لبست جلابيه نمشي ندير الروتين، المهم الروتين ما نساش. المهم انتما كي صابحين، لبس عليكم بخير. اليوم درت هذا الفراش، ماش كيبان لكم درت هذا اللون، حاطه معه خليا الكوفرلي. الكوفرلي كنت جمعته، الناس اللي عارفين لا لا تقطعوا طيحوا اليان، شوف الكاسي اليان. كنت جمعت الكوفرلي من هنايا. الساعة باقي البرد شويه محرك بالليل، الصهد كاين بالنهار ولكن بالليل راه محرك البرد. صافي وانا نقول انا نرد وجد واحد العرام ديال الحوايج اختكم، واحد العرام ديال الخواجه هو حاطه هنا في الكونه ديال الايليان، باقي كاع ما تنيتو ونشرت عاوتاني حوايج اخرين. بو حوايج جامي فيني، الحوايج هاد الحوايج جامي فيني. نوريكم على واحد الفضيحه دارها ليا الايليان قبل ما نزيد. كيبان لكم شي حاجه هنايا، وكتبان لكم في الكاميرا كما كيبانش لكم بزاف، ولكن هو في الحقيقه باش نقلب الكاميرا باش تشوفوا الفضيحه اللي داريه اليان. خدا ليا لي ماكياج ديالي كلشي، رول ليا هاد البلاصه هانتوما قال لكم شفتوا ولات كاع مزعزعه كاع زعزعه كلها، كلشي رول ليا انا. كيحل لي هنا وكيهز لي هاد الكخيو، عرفتوهم هادو ديال الفوم، كيحلهم كيكتب بهم، كلشي رول ليا بهم هاد الكراكار. خاصو مسكين واحد المسحه عالميه، قلت والله ما نقيتو خليه تنطي تندير ليه نهار بوحدو، حيت بغى ليا تمارا لصقو ها لصق شتو ها وانا ندير ليه هكا لصق. صافي خاصني دابا نجيب ليه ديك لي بونج ماجيك ونحك ونحك ونعاود يلاه باش نقيه. ردو كيشعل عاوتاني، كرفصوا ليا وحق الله العظيم. تحيدي من حاجه تجيك حاجه، تحيدي من حاجه تجيك، لا تقولي سايتي شي حاجه وتجيك حاجه اخرى. المهم ان شاء الله ندير الروتين ديالي ديال الصباح كما العاده، ديك كما وريتكم هذا كيكون في الصباح البارح ديال الروتين ديالي اللي درتو. والروتين ديال الصباح دابا خصني ندير، خصني نغسل وجهي دابا ونعاود نديرو مزيان، واخا غاسله وجهي بالماء ولكن خصني نغسلو بالصابون، فهمتوني؟ يلا. المهم بنات خرجت ديت، مشيت للصالون عند دعاء، كاين فوار الناس اللي كيسولوني على فين جا الصالون، صرا كاين فوار البنات حدا ديال دعاء، كاين حدا الكوليج ولا الكلية ولا شنو داير داكشي تما كاع، شنو داكشي كاين تما كاع، واش الكوليج ولا الكلية ولا شنو داكشي. شتقالي في عندها شرط درت سامبل، درت غي سامبل، أصلا مراش قاليا ندير والو، كدابا غير قديتو حيت معروضين خاصني نمشي مقاده. المهم ودابا راه مشيت ديال الصالون، الدراري ديال الدراري الصالون عند واحد السيد هنايا، نحسن الايد واليد في نفس الوقت، نحسن ليهم في نفس الوقت باش كيكبر لهم الشعر في نفس الوقت باش نديهم بجوجهم، ما كندي واحد نطلع واحد بجوجهم لباباهم. تم تما في الصالون اليان، غادي نشوف واش غيجلس ليا ولا ما غيجلسش ليا. اليان خصني نمشي نشدو، ضروري خصني نمشي نشدو انايا، ما كيبغيش يجلس كيخاف. اما اياد راكم عارفين اياد ليك، ما انت معاك طول النهار كنتسناو نجمع هاد الشريك هكا دابا باش تبقى مزيانه. كنبغي نمشي معروضه ماشي للفطور ام فتا البنات، الفطور غنفطر في الدار، معروضه للسحور انايا، السحور واحد واحد الايفنت. اياد جلس كيحسن، اليان ما بغاش يجلس تما، جابوا ليا وخذ لي واحد المسمنه وتشوفوها ما يخممش. خذ اليان مسمنه ياكلها حبيبي ديالي، تل عرفتو هاد رمضان، هاد رمضان ماشي غير كتخربقي في النعاس، كيتخربق لك حتى السيستم ديال الماكله ديال وليداتك مسكينين. اليان ولا ياكل نابوغتو كوا، بحال صايم معنا توا في النهار، ياكل معنا نابوغتو كوا، ياكل في النهار نابوغتو كوا، في الفطور فاش كنبغيو نفطرو في العشيه عاد كياكل معنا مزيان، مسكينو في النهار كيبقى مسكين غير هكا بتشبشبش. شي حاجه طيبتها نعطيها ليه، شي حاجه شات من البارح كنعطيها ليه، بحال هكا نشري شي حاجه مزنقه، والله مخربق، خليني مسمنه معمره. بنينه بنينه شي بون سبيك حار، انا حاره حاره بصح حاره ابا شي ما اعرف داك ديك سبيك غير كيكذب عليا، وعرف الكذوب حتى هو. البارح كيشرب واحد دانون ياك، كيشرب دانون، كنقول ليه اياد اليان ذوقني عطيني شويه ذوقني، كنتفلى معاه ويقول لي نو شي با بون، نو شي با بون. دابا خاف لي ناكل السمنه ويقول لي لا راه سبيك حاره، دابا تاكلها زعما راه حاره. شوفوا مضيقه الدراري سي بون ها دير معاها بتي بو ها اعطيني شويه كيشو. سمعتو قال لك راه
قالي كرا سخون هاو من حلو اللي تداوي لا لا يلا اسيتو يلا اسيتو اسيتو يلا اسيتو باش ما يتبلاش اسيتو يلا اسيتو اسيتو دابا اسيتو بسم الله يا بسم الله بسم الله همشي من ها همشي من همشي من عندك هنا همشي من ها هو نقطعوا لك تقطعوا لي حيت يجي صعيب عليه باش ياكلو سخونه مع سخونه سمعتوه قال لك شي بابو دون موان تي بو علاش يلا اسا سا دون موان تي بو سوسي ها هو هو بيعطيك هذا دون موان تو دو العصير علاش دون موان عصير انا بغيت عصير انا بغيت عصير لإليان في واحد الريحه هذا كيبربرين ما عرفتش بلي بصح ولا غير كذوب نكون دونك توكا كتبين لي مقوم عند السيده قومات وزعما معمره مزيان ما عرف دايره فين الفلفله بصله كل ولا شدو عندك العصير لما فيتيش ما نشد ما اش ما عندك عصير كل حطو ندي معايا شي واحد ديال الدار جاني شهاني عجبني ما عرف بالك شي با بون ها الماء الا بغيت اسيدي ها الماء صافي هادو لو نتسناو يد عاد ندي النوبه ديال ايليان تبارك الله عليا حياته خلاص وهنا حباباتي راه الفطور ديالنا كان خفيف طريف درت ليه واحد الطويجين دغيا دغيا وداك البطبط معمر وجدت معايا المسمن مع عند السيده دغيا دغيا وجد نفسي حتى تعطلت حيت بقيت كنحس للدراري وجيت للدار قادت الماكياج ديالي وعنخرج ان شاء الله عندي واحد لافيتاسيون معروضه ان شاء الله لواحد الحفله في انزكان هانتوما نخليكم معايا تشوفوا كل شيء قرب لي الله يهديك علينا وانت دايز صل علينا وانت دايز صل علينا وانت دايز صل علينا كل وقت ما يحس يا اهدي ساعة من ساعات الله رسول الله اهدي
مصممات بمدينة أغدان بهجة، وأكيد استعمال مجموعة من التقنيات في عالم الجلابة والقفطان المغربي. ديزي هي نوبة لغوبة العرائس المقبلات على ليلة ألف ليلة. نقترح عليكم تشكيلات بين أجوان على ديزي سمت حبوباتي. من بعد مثلا هذيك السهره راه رجعت للدار ومشيت عند وليداتي كالعاده، وهذا الغد ديال مثلا جمعت لكم هذا البلوغ في اليومين حيت كنت شويه ما مزيانهش داكشي علاش ما قدرتش نحط لكم فلوغات. جمعت لكم ديال اليومين. هنايا البنات خارجه نتغدى خارجه نتقدى البنات، وديت معايا ايليا نمشي نتقدى شي حويجات اهم لكم مما يبان لكم. البنات هذا السروال كبار عليا، شوفوا راه تعرفوا شحال نقصت تبارك الله. السروال ولا واسع عليا في الحزام تبارك الله، شحال نقصت السلوبيت كنت ديتها عند امينه نقصها ليا ونقصاتها ليا وباقا مازال كبيره عليا تبارك الله. المهم مشيت تقديت شي حويجات حيت غنمشيو ان شاء الله غنفطروا حدا البحر، ومن طون كاين عيد الميلاد ديال ابراهيم، المهم غندوزو اللي راه حدا البحر غادي نمشيو نفطروا تما. السلام عليكم معكم حياه فلوق بلحيتها شخصيه ومونتاج شخصيه. هيا حياه شتوها تمام لاباس عليكم بخير كلشي مزيان، هو هذاك صحيحتكم اخباركم غادي مزيان بخير. الوغ فين غادي يا حياه ومنين جايه يا حياه وكي دايره يا حياه؟ حياه دارها راسها، حياه لاباس عليها شويه ديال المشاكل شويه ديال ستريس وصافي. كي دايره؟ انا بخير الحمد لله. فين غاديه؟ غادي نسيتي مولاي هاد الشحش اللي حدايا حاشاك هاد الشحيش اللي حدايا عنده عيد الميلاد اليوم. قولي في التعليق شويه زاني بيقص باش ما يحس راسه بوحدو. ميرسي ميرسي. انا غادي ندير لك فين بغا يدير عيد الميلاد تاعو، بغا يدير حدا البحر. شوف تمارا العذاب صف بعدبنا عادينا حتى الرمله، وقلنا لي اهي فرصه، اهي فرصه كما كيقولوا الناس. مشي تقديت شي 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 شي, شي مسائل من المكازا، خديت داكشي اللي غيخصني، خدينا شي حوايج هكا. ودوك الناس اللي مع صحابو اللي معاه راه واخد انت هما شي حاجه في الفطور، شي واخد شي كل واحد واخد شي حاجه. خديت الحوت عفوا الشهيد، شفت السردين السردين المقلي ومشيت خديتهم عند السيد، قلت ليه غير برد ليا، قال لي ماشي مشكل يبرد، قال لي كيجيب لي السردين، قال لك بالعكس الا السردين برد برد يلاه كيجيب لي. خديت السردين خديت لبط البوط خديت داكشي داكشي الاخر ايوا. وقلنا حنا نمشيو حدا البحر معاه، خدينا ليها سيدي كاطو وكاع داكشي اللي خاص. كل واحد جايب حاجه وغنمشيو ان شاء الله نفرشوا حدا البحر. من طورا جايه على واحد الخدمه اصلا تاع غازوت نيت، اجيت من الخدمه ديالي في تاع غازوت. نشوف الله ييسر بخير الا كان شي حاجه، ومن بعد ندوزو نفطروا تما حدا البحر. لا الصراحه غنفطروها في البحر ديال اكادير ما نبعدوش، ولكن حيت عندي الخدمه تما في تاع غازوت مع واحد السيده، قلت انا نمشي نشوف فطروا تما نديرو شي جليسه تما حدا البحر. انا ويا درا ملي حكينا دابا كاين معايا غير ايليان وابراهيم، انا راه ملي حك ليا هو ايليان ان شاء الله. وما حنا في الطريق وهادشي اللي كاين. نقول لابراهيم جويز انيفيرسير في التعاليق. ميرسي سي حياة عنده 23 عام دابا تبارك الله شرفته. العيد الشهر يعود يوم واحد. لا جاني 23 عام بغيتها انايا دابا، ولكن بالعقل ديال دابا بغيت نرجع ل 23 عام، ولكن بالعقل ديال دابا فهمتي شي يكون عندي هذا العقل اللي عندي دابا وتكون عندي 23 عام. يعني غيتجمعوا جوج الحوايج، غتجمع لا فورس مع العقل تخرج العجب. واو شنو غادي دابا؟ انا ماشي ما عنديش لا فورس، انا باقا صغيره 32 عام، باقا صغيره فايتك ابرا من 10 سنين. لا ماشي بزاف 10 سنين قلت لكم
وفاتك بتسع سنين كاع راه نتا عندي 32 انت عندك 23 حق عينك انت عندك 32 عندك انت قلت لكم انا اللي يكون عندي هاد العقيه اللي عندي دابا عندي 23 عام ما ناري غتلقاوني في ما عاد فين والله ما عاد فين غتلقاوني بويا عمر غتلقاوني دخلت سبيتها الحماق ما قيت ايوا حنا غاديين المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله نمشي نقضي غرضاتي ومن بعد نشوفكم ان شاء الله ندير واحد الجلسه ان شاء الله تبيعي ونحضر البحر كنتي كشي رومانتيكا شوفي داكشي شنو غادي نديرو كشي كولاس لا ديغولاس هو يكون يا كولاس يا ديغولاس هو على حسب اما كولاس اما ديغولاس اما ديغولاس ايوا حنا غادي دقه دقه الجو سخون ولكن كاين واحد البرد يا ربما يتحرك البرد بالليل لا لا جو بونس با انا غيتحرك البرد اليوم حيت شنا لي ميتيو هي هادي لا ميتيو لا ميتيو يبداو عليا ابراهيم اش قربك لفرنسا لا ما تخافش شوف النص ديال المغرب ولا اكثر من النص ديال المغرب ولا 70% ديال المغاربه كيتلفوا ما بين الفيمينا والماسكيلا في الفرنسي ماشي انا اللي قلتها قالها الكالفين كلشي كيتلف في ديك لا اولو كاع الناس كيتلفوا في لا اولو تقدر تقال اينو ا اينو ا مازال اينو ا ما تلفش فيها ولكن ديك لا اولو النص ديال المغرب تلف فيها ما تقدر تلقى لي فرونسي دي لي فري فرونسي يكونوا غيديروا دي فوت هكا عادي هما راه لي فرونسي ديال الكتوبه ماشي هي لي فرونسي تا هما عندهم لو فرونسي سوتوني وعندهم فرونسي فاميلي وعندهم فرونسي ديال الزنقه بحال هذوك الشبيره دوك الشنكاره تبارك الله ورد صاحبي عندهم بحال هكا تا هما وعندهم ديال العائلات بحال كما كيهضروا العائلات ديالنا بحال المغربيه وعندهم تا هما الفرونسي سوتوني كيهضروا بها غير الناس زعما الواعيين البلاصه سيدي كيهضروا بها غير الاسف كل عندك كل لغه بحال مثلا دابا مثلا الطريقه باش غتهضر الهضريه مثلا دابا في اليوتيوب ماشي الطريقه باش غتهضر مثلا في الخدمه غادي للشركة غتهضر بهذه الطريقه كاين باش غتهضر لا لا في الخدمه عرفتي غتهضري شويه الا دخلتي عند البوليس عند البوليس السلام عليكم سيدي بخير ولا لا عندك بخير بحال جالسين في الدار راه تعالى يا الصقع ما عطاكش المصيبه والله الا قالها لك وكك ما يشوفونا ما يسمعونا عطيني بيتي عقلوا لا تقول اخ احنا في لاكوتيا اقيل لا ما يعرفونا ما اقيل تقول يا اخي انا في لاكوتيا واي ما تشدك تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم شي واحد مرولاكس اليوم مع راسك سبع شوكولات سبع بياطو اليوم لقيتك شنو بغالي بون ماش بلا طلع واصلش واخا عذبني إليان الصراحه ولكن هنا مشيت لقيت مع السيده اللي عندي معها شي خدمه مشيت تعرفنا على بعضياتنا وشتها اول مره ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله تشوفوها عندي المره مورا رمضان ان شاء الله تشوفوها عندي وشنو هو البروج ايوا راه احبابي واش كتسمعوني لا وان جينا للبحر جينا للبحر وصلنا احنا حطينا الطبيله ديالنا كنتسناو باقي البنات يجيو تحرك البرد شوية إلياس تبي تابعت؟ إلياس استفدت ما زوين هنا كرينا واحد طبلة هنا بخمسين درهم واحد طبلة بكراسة بخمسين درهم ثمن زوين وانتوما احنا قدنا الطبلة انوس ابراهيم هي الحليوة اللي خدينا ليها عرينا شوفوا الحلوة ابراهيم كيفاش دايرة خدينا طرقنا حليوة دغيا بارابان بام بام فهمتوا السي ابراهيم اسيدي هناك عنده 23 عام جينا ندوز الفطور فطور من الفطور من عيد ميلاد شئ الي انا جايب شوف مش عطى لها الدرب كاين قلب اللي طلع زوال هي مجمع قال لك شتا هو مجمع مع الدري جو زوين البنات جو زوين تحرك شويه البرد ولكن سي با غاف حنا جبنا معنا لي فيست اصلا ما يبقاش طيب ابراهيم ما فيكش البرد دا سخون البلا ديالنا راه باقي هنايا حاطين ما حطيناش كلشي باقي الحوت الغضبوط باقي كرواسون نتوما جبنا هنا بالضبط كي هنا كيكرو هنا الطوابل شفتو الطوابل هنا ب 50 درهم طابله فيها جوج عندك فيها جوج ديال لي بون ما داك الثالث غير زدنا حنايا فين ما زدتي كتلقاي طابل جيب جلسي جي معاك الفطور ديالك ولا سيري كوموند ولا كاينه واحد القهوه تما تا مرا مشتهم ديال الفطور ديالهم حاطين الطوابل الفطور ديالهم بغا يفطر عندهم
الشميسه قد ما كتغرب الغروب ديال الشميسه. عرفتي واحد الجو كاين هنا يا رائع جدا. تعرفوا انايا بعدا غنوريكم واحد الحاجه راه تقعدوا تضحكوا عليا. دابا انايا هاد السيكات خفتي كتبان لكم ها وحده وهاد الثانيه ماش كتبان لكم مزيان. دابا اختكم حياه ضغطكم حيت شنو دارت؟ درت واحد لاكريم لوجهي اورديناري بالليل وقلت كندير داك لي بونتوز كنديرهم لوجهي وكنجبد بهم هكا. شفتو ها هو وحده وقلت كنجبد في لي بونتوز هكا في وجهي كنجبد تطلع اماره في وجه ديالي هكا وعق الاماره ديال البونتوز. بون سي با غاف. تعرف واحد الجو رائع نبارطاجي معكم واحد الجو غزاتكم جات تشرح على البحر زوين الجو هنايا كلشي فاطر شي شعل العافيه شي جايب الموسيقى كل واحد شنو جايب حاط الفطور ديالو ونوريك معكم. ها انتم الناس كلهم بلات الاجواء حدانا واحد لاطابه هنايا وما كيفرشوها حدانا هذوك الدري تما شاعلين العافيه دايرين الطنجيه ودايرين لي بغوشات القطبان. حنا انتم حنا راه باقيين كنحطوا باقي عندنا نفس الصاك كنحطوها بشويه بشويه. هنا لي ساندويتش وهنا دايرين السردين دايرين الكرواسون دايرين البطبوط دايرين المهم العواصر وداك الشيء اللي بغيت. المهم داك الشيء خفيف دري كنتمنوا البنات يجيو واقيلا غاي غيفوتهم الوقت ديال الفطور ما قيمه جاوش ما لقاوش ترونسبور لهنايا حيت حنا جينا في النهار بكري. ها انتم ناس اخرين راهم في جالسين شفتوهم ها ناس اخرين فين قاعدين. هادو جايين من الاوتيل هادو قاعدين تما مفرشين هنا كل واحد فيش كاين شعيل العافيه شعيل الفخر. هاد الدراري كيلعبوا ها اياد في كيلعب ها إليان شتو إليان هو في كيلعب وها اياد وها الا كلشي كيلعب كلشي فرحه. الجو زوين واعر 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 الجو ما نعاودش لكم عليه. الو هيا كيزاك الفطور في البحر اليوم؟ مزيان انا معذبين ولكن سي باغاف. اياد وهذاك صراحه دوزنا واحد الاجواء زوينين البنات صراحه تعرفي الريلاكساسيون. ولكن هاد المره صراحه الا غنمشي ما غاديش ناخذ لي طابل حيت سو سون با كونفورتابل البنات لي طابل. يعني الواحد الا بغى يمشي ياخذ الفراش ديال الارض ديالو باش ياكل يفطر يتمرح في الارض ماشي يبقى جالس. كتعذبي وانت جالسه ما كتقدريش تجلسي بزاف سورتو انا عندي مشكله في الظهر كنجلس يلا جلس باش نفطر من بعد خصني نرتاح خصني نتسرح. راكم عارفين فاش كتفطري كتعمر لك ريشه كيجي قاعد بقاي تكاي. صراحه الاجواء جاو زوينين كاينين الدراري تما جابوا معاهم لي غيتار وداك الشيء مونسين لي غيتار كاينين هادو معطلين هادو جاهم الفطور معطلين بقاو كيتسناو حنا كنفطروا مساكن هما جالسين تما عطيناهم غير التمر معانا فطروا بالتمر. المهم كسروا بقاو كيتسناو لا طابل ديالهم تجي. او صراحه الجو زوين هاهم يلا جا وصلهم الفطور دابا فدو كيفطروا تعطلوا هو في الفطور شحال حنا كنا صراحة دوزنا وقيت زوين الفطور البنات عند البحر سرو مرة فطرو عند البحر بدلو لاغوتين. وهنا نقول لكم سرنا غير فطرنا جلسنا واحد شوية جلسنا كنستمتعو شوية بالهدوء ومن بعد هزينا جمعنا القش ديالنا وزدنا مشينا. صراحة كان عندي الطريق وأصلا أنا جيت هنا ماشي باش جيت نفطر حيت ما وجدت والو ما جت معايا لا فراش لا والو على قيتاش أنا جيت هنا لتغوز على حساب واحد الغونديفو ومن بعد رديناها فطور مي سي با غاف. المهم اننا دوزنا وقيت زوين المره الجايه ان شاء الله بالمعاوده نجيب معايا الماتيريال ديالي نجيب معايا كلشي باش نرتاح وناخذ وقتي وما نمشيش بكري فهمتوا. انا كنت مشيت بكري ونقول لكم كرو بيزو جربوا حتى نتوما تفطروا مع عائلاتكم حتى البحر ما فيها باس واخا تدو معكم اي حاجه عندكم في الدار ماشي ضروري تشريو ولكن دو معكم التبديله ديال الدراري الصغار راه كيعذبوا. اياد راه عمر ليا بالماء ساليتها غير في الاخر لويتو في واحد الزيف كان عندي جدو نفرشو الساعة لويتو فيه. يلا كرو بيزو تهلاو في راسكم البنات وصحه فطوركم كنغحماق عليكم بزاف بزاف بزاف.